طب قولي لي يا وسام، انتي اتعلمتي صناعة المجسمات دي فين؟ درستيها لا، ولا؟ انا بقالي سنين شغالة في مجال الاعلانات. انا بعمل ستوري بورد للاعلانات وكده. و يعني انتي فنانة مبدئيا مادام بتعملي ستوري يعني انا بورد شغالة عشان بحب الفن، بحب الرسم بترسمي بقى. وكل حاجة. بس انا مش مصدق، معلش انا اسف، انا مش مصدق يا جماعة. يعني دي المفروض مجسمات مش مشاهد حقيقية. لا، برافو عليكي، مجسمات. مش محتاجين كده بجد، الفصل تسلم ده. ايدك قوي. بس فانا من سنتين قررت اخوض التجربه كمجسمات، من ناحيه ان انا كنت بعمل فيلم ستوب موشن، والفيلم ستوب موشن ده انا ما كنتش لاقيه معايا تيم وورك كانوا يشتغلوا معايا. فقررت اخوض التجربه من كل حاجه بقى، اللي انا اللي اعمل السات بتاع الفيلم، انا اللي اعمل الشخصيات. فاكتشفت ان انا عندي شغف بالموضوع ده وما كنتش اعرفه. يعني انت اكتشفتيه اصلا متاخر، مش كده؟ لا، ما كانش حاجه بخطط ليها. لا، انا اكتشفت ان انا ايه ده، طب ما ده اللي انا بحبه، ما ده اللي انا بلاقي في نفسي فيه. حاجه بتحتاج صبر طويل، ومش اي حد عنده الصبر انه يعمل حاجه زي كمان كده. انت متصوره مع الحاجات دي حلو، صورك انت شخصيا حلوه مع يعني الصوره دي انا معجبه بيها قوي. انا كنت بعمل مود بورد للمسرحيه، يعني حبيت ان انا اعمل حاله اكني لقيت صندوق الدنيا او حاجه زي كده. انت يعني صممتي فصل كامل. لا، يعني انا ما تخيلتش بس ان انا احط الصور لا، انت وخلاص. عامله المشهد او عامله الفصل يعني نفسه. عملت، لا هو ما كانش مشهد من المسرحيه، لا بمعنى الفصل نفسه، يعني اللي هو الفصل، يعني مش هي اللي هو متقسمه فصول. المشهد، يعني اللي هو كان ايوه داخل ايوه في فصل. الفصل، يعني فاهمه؟ شابتر. لا بس انا ما اخترتهوش كده، انا اخترت ان انا عملت حاله. يعني كل واحد فيهم تخيلت شخصيته اصلا في المسرحيه ازاي، تمام. وحطيته في بوزيشن معين. يعني احمد زكي كان عند المكتبه، بحيث ان هو دايما كان معروف ان هو المثقف والكلام ده. العائل. كان يونس شلبي عند المرسم بتاعه. يعني حاولت ان انا بس اوظفهم في اماكنهم في المسرحيه مظبوط، زي شخصيتهم في المسرحيه. برافو بجد.